السلام عليكم ومرحبا بكم. طبيعة الحال عرفتوني فين كاينه وفين غادي نديكم هذا اليوم. اليوم غندير معكم واحد الفلوج زوين 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 بزاف في المغرب، في بلادنا الحبيبه، وبالضبط في مدينه الرياح الصويره. كيف كتشوفوا هذه المدينه الغزاله؟ غير دخلنا لها كيف كتشوفوا اول حاجه بدينا لها مع الصباح بالفطور البلدي اللي لا يعلى عليه. اللي هذا الفطور البلدي كيف كتشوفوا اللي كيديروا في هذه القهوه صراحه كيجي رائع وفن بصراحه. انايا لحد الان باقي طعمه ما ذاقه في فمي، فيه العسل الحار، زيت هرقان، زيت املو، زيت العادي، زيت الزيتون، وديك الزبيده المذوبه، والزيتون طبيعه الحال العادي، وهذا الخبز البطبوط البلدي طبيعه الحال، وديك الدكه ديال الاتاي ثقيله والغزاله. المهم كطلب اللي بغيتي. حنا طلبنا دابا الفطور ديالنا، درنا لاطاك وتحركنا، ضربنا دوره كبيره في الصويره، يعني درنا واحد الجوله سوبر رائعه في التصويره. يلا شوفوا معايا الفيديو فرجه ممتعه. وكيف كتشوفوا من بعد ما فطرنا الحمد لله وبدات الجوله ديالتنا في التصويره. المهم اول حاجه بعد ما فطرنا مشينا للبحر لاكوت، مشينا في لاكوت، مشينا شفنا البحر، ما قدرناش نعومو لان كيف كتعرفوا التصويره بارده وبارده ومدينه رياحيه، يعني كان الجو صراحه في شهر 8 في الاوائل ديال شهر 8 كان شويه خايب بزاف، ما يمكنلكش تعوم، كان الجو بارد والماء بارد، يعني ما قدرتش تعوم بصراحه. ضاعت لينا العومه والاستجمام في البحر ديال التصويره. من بعد كيف ما كتشوفوا بقينا كنتمشاو على جوانب البحر وكنكتشفوا المدينه، بغينا نتمشاو ونوصلوا للبور او الميناء ديال التصويره. خليكم تفرجوا معايا في هاد المناظر الغزاله والرائعه صراحه من التصويره، وفرجه ممتعه. حنا كنتمشاو لقينا هاد الدري كيصايب هادوك اللي بغا سليل يكونوا مكتوبين بالاسم اللي اختاريتي طبيعه الحال. المهم كل واحد كيدير الاسم اللي بغا، اختارينا ندير سميت ولدي ودرت لواحد البغاسلي بحال كيف كتشوفوا، يعني كيصايبوا قدامكم. الثمن ديالو رخيص بزاف، كاين ديال 5 درهم، كاين ديال 10 درهم، 20 درهم، 25 درهم، المهم على حساب الكاليتي. وديك الباندا اللي كتشد او ديك البراسلي كيف الشكل ديالو، كاين من الكوير، كاين من الجلد، كاين الى غيره. المهم حنايا وقفنا عنده وطبع لنا الاسم ديال ولدي في واحد البورسيره ولا واحد البغاسلي، وصافي من بعدها كملنا الجولة ديالتنا. كيف كتشوفوا كيطبعوا بآلات بسيطة بطريقة زعما ماشي غير معقده طبيعه الحال، في يعني بيتفيس كيخدمهم ليك ديك الساعه قدام عينيكم، بعدا كيصايب ليك هذاك البغاسلي صافي كتخلصو وكتمشي بحالاتك. يعني وحنا غاديين وكنتمشاو كنكتشفوا المدينه، حنا غاديين كنتمشاو على رجلنا طبيعه الحال. وصلنا للجهه ديال البور او الميناء، كيف كتشوفوا هذه الدخله ديالته اللي عباره عن قلعه ودايرين بيه دوك الباطوات القدام والباطوات الكبار. المهم الغير ديال كيف كتعرفوا البور هو هذا الشكل ديالو. دخلنا لي ما شاء الله كانوا الناس، ما شاء الله كانت عطله، عسيت تبارك الله الصويره داك النهار كان زعما طوب عامره، يعني ما تلقاش وين تحط يدك. المهم دخلنا للميناء وحنا باقيين شبعانين بصراحه، دخلنا كنشوفو شنو كاين. لقينا الحوت صراحه رخيص وكاين ما يتشرى، يعني كاين سبحان الله كاين الخير دربي وطري وزوين وجديد. واللي ثار انتباهي هي انني غناكل هاد لي زويتخ ديال البحر اللي حيت واحد العام جيت باش ناكلهم ومقدرتش، كيقول لك انهم تعيفو كدا، انا ما زعمتش ولكن فين نقصهم صراحه فنين، كيتكلوا كخضرين كيف كتشوفوا. وكانت اول تجربه لي اني ناكل هاد لي زويخ كيف كتشوفوا، صراحه فنين مع شويه عصير هاد الحامض تيجيو روعه. هانتوما تشوفوا معايا كيفاش ذوقتهم وكيفاش استمتعت بهم. صراحه ما سخيتش، كليت الاولى وكليت الثانيه، ما كرهتش ناكل داك الكيلو كامل، غير خفت انهم يضروني مع اول تجربه لي اني ناكلهم، خفت لي يضروني واللي يكونوا قدام ولا شي حاجه، يعني ما تقش بصراحه. المهم الحمد لله كليتهم استمتعت بهم وكانوا روعه. بصراحه التجربه ديال لي زويت خانه بالنسبه ليا ناكل هذا المحار هكا خضر بصراحه جابني انا عجبني، يعني انا من النوع اللي كيتجرأ يستطعم مطابخ واكلات غير متداوله بعيد على الطبخ المغربي ديالنا كيف كتعرفوا. المهم انايا عجبني الحال استمتع بهم، واكيد مره اخرى غادي نعاود ناكل كميه اكبر واكبر الى تحت لي الفرصه. زدني واحده اخرى
غاديش تقدري عليه انت، عيب عيب. المهم بعد ما صافي كليت لي زويت خديالي، كليت بالقياس اكيد، ما بغيتش نكثر حيت اول مره غنجرب صراحه فنين، ما كرهتش لكم ناكل اكثر من القياس. صافي استمرت الجوله ديالتنا في وسط الميناء والبور، كنشوفوا الحوت ما شاء الله شهانه، حنا كنا صراحه شبعانين، يلا فطرنا فين دخلنا البور كاين زعما كاين ما يدار. المهم حنا عرفنا الحوت اللي خرج جديد واللي نقي واللي غادي اللي بغينا نستعملو غادي نتغداو به، يعني غادي نديرو للشوايه. المهم حتى حنايا درنا دوره وخدينا اللمحه وخدينا فكره الحوت اللي كاين دابا متواجد في هذا السوق او في هذا البور، صافي خدينا فكره وجوله كبيره. ومن بعد حتى نبغيو نتغداو اكيد غادي ندوزو على البلاصه المعينه وناخذو الكميه اللي بغينا وداك الانواع اللي بغينا. وهنا كيف كتشوفوا من بعد ما خرجنا من الجهه اللي كيتباع فيها الحوت طلعنا مازال شويه لقدام، وتنوريكم المدينه ديال التصويره كم هاد المناظر ديالها وجيت البحر المهم البور بصفه عامه كيف كتشوفوا صراحه كان الجو زوين. هاد الجهه ما كانتش بارده، كانت وسط 12 النهار تقريبا، يعني سخن الحال شويه ما بقاش داك البرد القاسح. وكيف كتشوفوا المراكب اللي موقفين على الجنبات ديال سميتو ديال الميناء ما محركينش. المهم طلعوا الحوت يمكن وقفوا ويلا واستمتعوا معايا وفرجة ممتعة. وصافي بعد ما استمتعنا مزيان ودرنا في الميناء ديال السبور ديال الصويره رجعنا عند مول الحوت اللي اختارينا من عنده، قطع لينا من الركام لادوغات. المهم حنا خدينا الحوت اللي غادي نديرو نديوه شويه لان تما كاين بلاصه كتشوه كاين عاوتاني في وسط المدينه شي بلايص يشوفوهم الحوت. المهم حنا اختارينا النوع اللي بغيناه والحوت اللي مناسب للشوال تما كينقيوه ليك نيت وكينظفوه ليك غير بحق ما تيشرملو ما والو. المهم تيقطعوه ليك على حساب الشوايه اكيد وتينقيوه ليك ديك الساعه وصافي. كان الثمن صراحه مناسب ما كانش غالي، خدينا بزاف ديال الانواع كان ثمن مناسب لعائله صغيره بحالنا. صافي بعد ما شينا الحوت جينا لواحد البلاصه بقينا كنتسناو بالنوبه حيت كان هذا النهار ما شاء الله كان نادم كثير 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 كثير. شوفنا الحوت عاد جابوه هنا بزز، يعني كان نهار عامر كان نادم كثير ما كانش عندهم الوقت باش يسربيونا وكلنا الحوت ديالنا واستمتعنا بشويات ديال السمكات ديالنا. ومن بعدها مباشره بعد ما خرجنا ماكلنا الحوت مشيت عند واحد المحل شميت ريحه البخور خرج من عنده، جبدات ديك الريحه ودخلت عنده خديت من عنده هاد زيت الاساس ديال الورد. صراحه كنجربها انا في الدار روعه، كدير معلقه صغيره ديال زيت الاساس الورد مع 5 ديال المعالق ديال الماء فوق هذيك البخره الحمراء اللي كيف كتشوفوها راه حاطه تما وكدير شي جميعه من تحت منها باش كتعطي داك البخور في الدار. صراحه كيعطي واحد الريحه فنه، ريحه الورد ريحه الزهر واحد الريحه فنه غزاله غزاله للدار كتبخر بها الدار كيجي روعه. المهم انا حديت هذيك الزيوت العطريه وحديت شي حويجات هكا للدار، كيبيع المسك للحوايج كيبيع يعني انواع كثيره واشكال كثيره ديال الصابون، يعني ما شاء الله بدعوا في الصابون سواء اللوجه سواء البشره يعني لجميع انواع البشره. تيبيع دوك الاعشاب بحال اللي تيزان هكا كتشوف النصاره كيتزحموا عليهم باش كيشريوهم. المهم عنده المحل صراحه داكشي فيه زوين ولكن الثمن شويه طالع كيف تعرفوا هنايا وسط المدينه ثمن شويه زايد على القياس. واكيد انا خديت زيت ارغان، انا جايه على زيت ارغان للوجه ماشي للاكل، اكيد قديت زيت ارغان باش نستعملها للوجه ديالي والشعر. زيت ارغان اللي ماشي محروق هذيك الطبيعيه اللي كتطحن كتكون شويه الثمن ديالها غالي ولكن المهم خديتها. وانا دابا كنضرب بكم جوله في هذا المحل وتشوفوا شنو عنده. صراحه هذا المحل فيه داكشي زوين وبحق انا مازال ما جربت حتى شي حاجه من داكشي باش نقول لكم واش داكشي كينفع ولا لا، الله اعلم يعني. المهم نتوما خدوا فكره وتجربه وديك الساعه تعرفوا صح من الغلط. صافي من بعد انا خرجت من المحل جانا العطش اكيد ودابا راه وصلت للعشيه، دزنا عند مول القصب ديال السكر
وعصر لنا واحد العصير كان منعش، كيديروا فيه داك الليم او الحامض، تيجي صراحه فني وبنين وروعه، خاصو شويه ديال الثلج مازال باش يجي مبرد يبرد لك العطش. وبهكا سالت الجوله ديالي في مدينه الصويره، نقول لكم الى اللقاء وبسلام عليكم.